ثاني أغنية ديالي في مجال الموسيقى بعنوان أه يا غالي من إنتاج مشترك ما بيني وما بين شركة قنادي للإنتاج ومن إخراج المخرج المبدع محمد رضا قزناي وإنتاج الموسيقى الفنان عبدوز وبخصوص هذا اللقاء هذا يعني من تنظيم جمعية لايف روم هذه الجمعية هذه اللي كتدعم الشباب اللي باغين يمشيوا في مهن الموسيقى وفي مهن الرسم والفنون والإبداع فأنا يعني قررنا أننا نعملوا هذا اللقاء ما قبل أول يعني غادي نتناقشوا في الفيديو كليب وغادي نشاهدوه مع الجمهور ومع مجموعة من المهتمين بهذا المجال باش نعرفوا كواليس الاشتغال على فيديو كليب حنا ملي كنشوفوا فيديو كليب فيه 4 ديال الدقائق ولا 5 دقائق ماكسيموم على اليوتيوب يعني كيجبنا الله أن موضوع سهل لا هو فيه واحد فريق عمل كبير فحال السينما فيه الإخراج فيه المونتاج فيه التصوير فيه هندسة الصوت فيه الديكور فيه تصميم الأزياء فيه يعني مجموعة من الأمور اللي هي في الكواليس بما أنني مشيت يعني درست السينما ورجعت للموسيقى لأنها هي الموهبة ديالي وهي الهواية ديالي منذ الطفولة ويعني ما قدرتش ننساها وأنا رجعت لكم في الموسيقى ورجعت باش نتقاسم معكم التجربة ديالي ومجموعة من الأشياء اللي أنا عشتها بغيت نبارطاجيها علاش باش يكون دعم لكل الشباب اللي باغيين يمشيو في المجال الفني لأنه فريمون ماشي ساهل دابا السنة اللي فاتت كان أول سينجل ديالي بعنوان مهما نقول هذا السينجل هذا يعني تحط في واحد الظروف اللي هي كانت صعيبة لأننا كنا باقي في يعني في تداعيات فيروس كورونا وكانت باقي يعني تحديات كثيرة في هذا الجانب فبالتالي يعني حطيته كان كواحد وبادرة اللي فيها واحد مبادرة إنتاج يعني إنتاجي وكان دعم ديال المخرج محمد رضا قزناي ومجموعة من الأصدقاء لأننا حنا كنشتغلوا في مجال ديال السينما كيف ما قلت لك فهذا هو لافونتاج نقدر نقول لك هذا هو واحد لافونتاج اللي كان عندي باش أنني قدرت ندير الإنتاج لأن الإنتاج الموسيقي ماشي سهل لأن حنا ما عندناش يعني شركات اللي هي يعني خلينا نقولوا كتصنع الفنان فيعني هذا المجال شويه صعيب وخاصه الا بغيتي تقوم بعمل فني مثلا الفيديو كليب اللي غتشوفوا اليوم يا غالي يعني هو فيديو كليب احترافي فيه سيناريو فيه اخراج فيه تصوير فيه فريق كاستينغ فيه مجموعه من الاشياء اللي نتوما غادي تشاهدوها معنا فتحديات ماديه تحديات يعني بالدرجه الاولى لان مثلا انا كنشتغل في السينما وكنبقى نجمع شي شويه الفلوس ونبقى نخطط ونفكر والحمد لله لان شركه قنادي للانتاج هي الزميل درس معايا في الدراسه فامن بالموهبه ديالي يعني قرر انه يدعم المشاريع ديالي وان شاء الله غادي نوجدوا واحد الالبوم اللي فيه مجموعه ديال الاغاني من كتاباتي والحاني مع نفس الشركه شركه قنادي للانتاج فهذه بدايه المسيره وهذه ثاني اغنيه وان شاء الله باقي اغاني اخرى في المجال وعلاش لا حتى الافلام لانني يعني خريجه من دراسات سينمائيه من كليه الاداب والعلوم الانسانيه بمارتيل وان شاء الله كنوعد الجمهور يعني بمجموعه من المشاريع اللي هي واعده والتصور ديالي ماشي نكون انا بوحدي لا انا واحد الباساج اللي انا مشيت فيه بغيت نبارطاجي مع الشباب كاملين اللي هما طموحين وموهوبين في المجال الفني لان المجال الفني في المغرب يعني هو زوين ولكن صعيب شويه فعلاش لا ما يكونش واحد التشارك بحال هذا اللقاء اللي حنايا معاه اللي حنايا اليوم في يعني في احتضان احتضنتنا جمعيه لايف روم يا غالي يعني هي واحد الاغنيه يعني كتهضر على واحد القصه ديال الحب قصه ديال الحب اللي هي فيها واحد الاحلام لاي بنت اللي كتمنى انها تشرك حياتها مع واحد الانسان اللي كتبغيه وباغا تكمل معاه للدوام فاللي كنقول يا غالي هو كما يقدو كلام يا غالي لا غنايه ولا افلام فيعني كتهضر على الحب كتهضر على العلاقه اللي كتكون ما بين المراه والراجل وكيكونوا كيساندوا بعضهم في يعني في الحياه جات بحال اي بنت يعني كتقدر تكون يعني كتحب شي واحد وكتعبر له على المشاعر ديالها الجياشه بكل صدق وحنايا في موسم دابا الاعراس والاعراس يعني نتوما عارفين كنحتاجوا فيها اغاني جميله فيها معاني راقيه وهذا الشيء اللي كنحاول نقدم انا كنحاول نقدم كلمه زوينه لحن زوين وموسيقى كذلك وحتى الفيديو كليب لانه كيلعب دور كبير يعني مثلا حنا نقيو انتاج ديال الموسيقى في جوده عاليه ولكن الا ما سوقنالوش بشكل جيد كيفاش غادي نقدروا نوصلوا للجمهور يعني الفيديو كليب دابا حاليا كيساعد بشكل كبير ان الانتاجات الموسيقيه انها توصل للجمهور اليوم غادي نشوفوا بريمير افون بريمير ديال لو كليب ديال الفنانه المتميزه ديالنا لبنى برياق اللي كنعرفوها من شحال هادي واللي شاركت معنا في عده برامج واستبدت في عده برامج اللي كنعملوهم في اطار بروفيسيوناليزاسيون ديال لي زارتيست في مجال الموسيقى الدور ديالنا هما كان اكومبانيو لي زارتيست باش يوليو بروفيسيونيل
كنوريهم الطرق والسبل اللي باش يسلكوهم باش يوليو بروفيسيونيل في الفيوتشر. بروجي لايف روم اللي هو خلق في مدينه طنجه، سو دائما كندعموا بالدرجه الاولى الفنانين ديال طنجه وديال الريجيون ديال الشمال ديالنا. الانشطه اللي كنقوموا بها في اللايف روم صراحه عده نشاطات، منهم موسيقى، ستريت ارت، المسرح، لا دونس، اوديو فيزيوال، تصوير السينمائي، الكتابة والقراءة، دونك عدة برامج اللي كان عملوهم هنايا في هذا لو سونتر هذا.